نسيت انا والعروس نشرب كاسة راقي عروس. أسامة مروة في رحلة البحث عن عروس بدبي. مرحبا فيكم ببيت الجديد. We don't talk with Usi, right? Because he's not here. Tell Usi, come here. Usi, come here. Come to Los Angeles now. Yeah. Yeah. Do you miss Usi? بهذا الفيديو عبر أحمد النشيط وميلا عن اشتياقهم لأسامة من بعد مغادرته للوس أنجلوس واتخاذه لقرار الاستقرار بدبي. فبلش أسامة بأول خطوة واللي كانت شراء بيت خاص فيه بدبي، فاستعان بمتابعينه لاختيار البيت المناسب لإله وأيضا أغراض البيت من خلال انستغرام، وهذا ما منع من استعانته بمهندس الديكور واللي كانت نور الجابري واللي ساعدته بترتيب البيت من أوله لآخره بالطريقة الصحيحة. وأضاف أسامة لمساته الخاصة بديكور البيت. جماعة هلأ وصلت نور. كيفك؟ هلأ الديزاين اللي هتشوفوه بعد شوي تقريبا 3 أرباعه من تصميم وديزاين نور. Thank you so much. فبعد ما صار البيت جاهز كاملا شارك أسامة فيديوهين كانت جولات بالبيت. فالفيديو الأول عمل فيه جولة بكل البيت إلا غرفة واحدة واللي كانت غرفة الجيمينج، واللي شارك جولة فيها على قناته الثانية الخاصة بالجيمينج. فكان أسامة دائما يعلق بفيديو الجولة بالبيت مضيفا سيرة الزواج والعروس ليمازح متابعينه. فقبل فترة وقبل انتقاله لدبي طلعت إشاعات على أنه أسامة بيخطط للخطوبة بدبي، لهيك استقر هناك. ولكن أسامة نفى ذلك وعبر جوك تي في معلقا به هذا الخبر لا أساس له من الصحة. فالسبب الحقيقي لتواجده بدبي واتخاذه لقرار الاستقرار هناك كان بسبب مخططاته المستقبلية لصناعة محتوى أجمل وأكثر احترافية، حيث وحسب نظره دبي هي الوجهة المثلى لأي صانع محتوى عربي، حيث تفتح لها الفرص والإمكانيات بعدة مجالات مهما كانت مخططاته. هذا المطبخ يمكن أول وآخر مرة تشوفوني واقف فيه، ما حنستخدمه إلا لما الوالدة الله يخلي لنا إياها تكون موجودة، طيب؟ أو العروس.